بنرحب بالفنانة الجميلة تاتيانا معانا في بوابة أخبار اليوم. ميرسي ميرسي، انت اللي جميلة. كلميني بقى مشاركتك النهارده في الحفل الجميل جدا بجوائز الميمة. جائزة دي أساسا قريبة على قلبي، لأن أنا السنة اللي فاتت قدمتها، والسنة دي جاية بقول ألف مبروك لكل اللي خدوا جائزة، وأكيد يستاهلوا لأنه الجمهور قال إنهم ياخدوا الجائزة، وأنت عارفة الجائزة دي استفتاء جمهوري يعني. فألف مبروك لكل اللي واخدين الجائزة السنة دي. تاتيانا أكيد بقى منورانا في رمضان السنة دي، وتاتيانا هتقدم لنا إيه؟ ان شاء الله هتشوفوني في مسلسل كلام على ورق، ويا رب يعجبكم. دورك ايه بقى في كلام على ورق؟ دور بنت بريئه بسيطه، ملهاش لا بالطور ولا بالطحين، بتتشد في مشاكل ملهاش فيها وبس كده. يعني في حاجه تانية غير كلام على ورق؟ في رمضان حاليا مش هتكلم عنه على فكره، لسه برضه. اوكي تاتي، نورتينا قوي النهارده في اخبار اليوم.